تيجي مش نحافظ عن غير كورونا هيك واحد اثنين ثلاثة لا هسا روح لك شوط شوطين وفوت بالمنافسة Youth for Change. That's our project for 2017 in the Fragments Theater. The project started with 10 students. We trained them on the movement, rhythm, and singing. We produced the play after 3 months of practicing, improvising, writing stories of the students of Jenin Camp and Jenin City. هنا في مدرسة جنين الثانوية للبنين قدم فرقة طلابية عرضا مسرحيا بعنوان المجنون الذي يجسد ما يحدث في الغرف الصفية بأسلوب مسرحي فالمجنون يحاول عدم ربط المال بالنجاح وبوسائل التعليم التي يمتلكها الطلاب بعيدا عن القيود والأساليب الروتينية أول مرة على الستيج، أول مرة بكرونوس، أول مرة بتعامل مع مخرج، أول مرة مع حركة، أول مرة مع ديكور، أول مرة مع صوت، أول هاي أول مرة رح يعرضوا. لما دخلنا التمثيل صرنا نقدر نوصل رسائل كتير من خلال التمثيل، يعني نقدر نتعلم شغلات من التمثيل ومفيدة بحياتنا اليومية. ومن خلالها برضو صرنا عندنا مواهب كثير وبطلنا نخاف في الجمل الخيل والليل والبيضاء عرفني والقرطاس والقلم استريح يا ابني students managed to write down 40 minutes of their school life and these 40 minutes they put the things they want to see in a school and the things they don't want to see in a school the idea was talking and criticizing the education system in general in our areas. We showed the play inside of the school, outside of the school, inside of cultural centers. شعور كثير حلو انك تطلع وتحكي كل شيء اللي ببالك وما تخاف من حدا وتشوف الناس بتزكف لك لانها فهمت شو انت عم بتقدم مش انه فهمت انه خلص انك تخلص المسرحيه. بقيت بدي اوصل رسالتي من المسرح انه احنا ناس عاديين عايشين مبسوطين كثير الاحتلال هو اللي مانعنا نعمل شخصياتنا نعمل المسرح بس احنا رغم كل هذا الحكي احنا صامدين ونعمل اشي اكبر واكبر منا استاذ شعب اعطيني الماي واش تاهني واش كتسمعني الو واش كتشوفني واش كنبان شكاكم مالك حل فونتوم وصل شكاكم مالك حل عم كريم من نور شكاكم مالك حل فونتوم وصل فونتوم وصل يا بحال بحال قول عاد غادي تبات عنصري في الدم غنحسبوك مع الامواج لكلب كلب قبل سناب شوت غنتحر في اللايف كلشي غيدير سكرين شوت دعية ديالي فوجي بحال غابة استوائية روح ديالي عافت ولات انطوائية ليا ملعبة فيا بحال صغطة غجرية ما بغيت نموت بغيت الروح الابدية ما بغيناش عذاب القبر جربنا عذاب الصبر نهار ولي
ثقيل عايش عبير سبير خبزة فوق الراس مكلا كولا طير ولاش عايش أسير مع تليفون جينا بلا مدينة بلا سمية بلا تشكيلة غاب وحدنا كامبري وياك حنا يا ولاد لعب تحت صعب غمشيو جينا بلا مدينة بلا سمية بلا تشكيلة غاب وحدنا كامبري وياك حنا يا ولاد لعب تحت صعب غمشيو غير الزمان اللي كيسرق قيامه عايش كيما بغيت غير في حلامه دعوت امي فيما مشيت قدامه مسور في بصبر وخرفق تصنامي عايش عابر سبيل ندوي غفنوك يا فيل حر ماشي اسير طلعت مارات خطير مجنون بالجنو كان تيري بو 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 ابو الفونو كان تسيري فم غنطير القمر تما نخلي الاتار من قار القلق بحال بحال غنكتب تما غنجتب كناوة غتخدم حضرة غتبدا المستقبل اني اصير ممثل كبير واصير اطلع واجوي واصير الناس يطلبوني عشان امثل معهم المغرب علمتنا ثقافات بيننا وبينهم تخالطنا تعلمنا شوية حكي بيناتنا وبينهم عبرنا عن شخصياتنا بطريقة مسرحية عرفونا اكتشفوا شو احنا شو شخصياتنا وشو بنعمل لقدام كل الناس تعرفنا عليهم وانبسطنا من العروض اللي قدمناها والحمد لله وان شاء الله راح يكون في عروض اكبر واحسن من اول والناس بعد ما عرضت عرض اول عرض بكت عرض فيه وانا رج بكت خايف لدي كتير كتير بس ضليتني قامت بالعرض وضليتني اقدم 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 بعد ما خلصته لما خلصته بكت تعبان شوي عشان بكت ارج وخايف من الناس بس بعدين لما شفتهم تزكفوا معنا وحبونا كتير كتير وشجعونا حسيتهم عطونا زي امل وبطلت اخاف صرت لما اشوف اكتر اكتر من مره الجمهور صرت ابطل اخاف صرت اعز اشوفهم زي جزء مني